اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطبخ الصغير مع شيوات نادية الفاسية، كل ما يخص المطبخ المغربي، حلويات، افكار 100%. السلام عليكم. اليوم شيوات نادية الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الماكلة سخونة اللي هي عبارة عن بطاطا اللي راني نقيتها. دائما تنقول لكم القياس اللي بغيتو. عندي سبينازي على كريم اللي فصت منها على كريم، كاينه سبينازي العاديه. دابا راني حطيت لكم باش نوريكم الفرق ما بين سبينازي العاديه وسبينازي هذه سبينازي اللي ما كتكونش فيها لا كريم، وهذه سبينازي اللي كتكون فيها لا كريم. اللي كتكون فيها لا كريم كتكون بيضه، واللي ما كتكونش فيها لا كريم كتكون في هذا اللون هذا. دابا انا غادي نولي نفرقهم، وعندي القياس كبير هي ما نزلتوش. عندي باكيه ديال بالنسبه ها هي دي اللي عندي اللي كيقولوا لي ما قريناش البواطه. ما عقلتش مني شريتها واش من ليدل ولا من عالدي. المهم هذه عندي بلا لا كريم، وكاينه بحالها كتكون من بلا كريم وكتباع في المحلات التجاريه كامله، غير على حسب التقديه ديالي فين كتجيبني محتاجه بالحاجه دغيا كنشريها. بالنسبه دابا انا غادي نخدم غير هي لا كريم. بالنسبه للاخرى هي اللي هذه هي اللي كنخدم بها البقوله اللي قلت لكم. البقوله هذه كتجي زوينه، البقوله ولا كريم كتحتاج البطاطا. بالنسبه هاد البطاطا هذه غادي نقدموا معاها الكوتليت اللي مقلي اللي غادي نرافقوا مع البصله حتى هو، غادي نديرها معاه. هي محطوطه هنايا، هاني نزلتها. غادي نقليو الكوتليت وغادي نرافقوا مع البصله. وعندنا العطريه بالنسبه للكوتليت اللي غادي نحتاجوا فيها الملحه والابزار والزيت باش غادي نقليو الكوتليت. بالنسبه للبطاطا اللي غادي نسلقوها غير بالملحه، وبالنسبه للسبينازي على كريم اللي غادي ندير فيها الملحه والابزار والكوزه والزبده، معلقه ديال الزبده كبيره ولا جوج، لان بالنسبه الى خدمتو فيها الزبده قليله راه غادي تجيكم حاره، ولا خدمتو فيها الزبده كثيره ما غاديش تجيكم مالحه. صافي هذا هو اللي غادي نقدم لكم اليوم. نبداو على بركه الله بانني انا رديت الماء هنايا تيغلي. ها هو هذا راه غلى. دابا غنقطع هذه طرف هي طرف وغادي نرميها تسلق، من بعد ندوزو باش نديرو لا كريم. بعد ما غادي تسلق لنا ما ديروهاش مباشره، يعني الا احتاجيتوها خصكم تخرجوها على قبل، وإلا ما احتاجيتوهاش على قبل مزروبين بها، اما غادي ديروها في مقله وغادي تغطاو عليها وتديروا عليها على المهل ديك لا فابور ديال المقله اللي كتكون قليه كتصهدها وكتنزل، يعني ما كتبقى لكمش قاصحه تعذبكم، وانما اللي بغى يخدمها قبل تكون خارجه قبل. بالنسبه نبداو دابا على بركه الله. بطاطا ها هي دي قطعتها بهاد عشوائيه، يعني ماشي مقاده، مربعات. الماء ها هو دغلا، غادي نرمي هاد البطاطا هادي. كلها غادي نرميها، غادي رميتها دابا كلها. غادي نضيف الملحه باش غادي تسلق معها باش تعطي هذيك البنه. صافي من بعد ما غادي تسلق معها غادي ندوزو للمرحله الثانيه، هي تتسلق عاد نكونو غادي نوجدو سبينازي، لان سبينازي لان خصها داك الساعات اولا صبانيخ داك الساعات خصها كيف طيب كيف تحط على بطاطا، ما يمكنش تصوبو وتخليوها في الجنب مباشره من تسالي بطاطا باش حيت تمعكوها ديريكت من المقله سخونه كتخويوها على بطاطا بيري. دابا غادي ندوزو نشوفو الكوتليت اللي غادي نقليو. غادي ناخذ اول حاجه الكوتليت اللي غادي نستفوه هنا. بعد ما ضروري تغسلوه واخا تجيبوه من عند الكزار، غادي نرشوه بالملحه والابزار. انا درت له الابزار البيض، ولا اللي بغيتو نتوما ديروا الابزار الكحل اللي ديروا له كذلك الملحه. كلشي ديروه بيديكم لان اليد هي اللي كتعطي العبار ديال القياس اللي بغيتي. غادي تضغطوا عليه هكا، من بعد غادي تقلبوه.
راني كنت قدمت لكم الكوتليت اللي في الشوايه، وان شاء الله غادي نقدم لكم كوتليت مره اخرى ديال الفران. هاد لي بزار الابيض واخا كنكثر منه ماشي حار بحال البيض. صافي دابا غادي نسل البطاطا، هي عندي كتسلق، ما بغيتش نزرب عليها الكوتليت دابا. غادي منين تحس بها انها دخلها طياب غادي نسخن المقله اللي غادي ندير فيها الزيت. هذه هي المقله اللي غادي ندير فيها الزيت غير شي شويه، ماشي بزاف، يعني ماشي غادي نقليوه بحال الحوت، يعني خصو هو غير شي شويه. من بعد غتسخن مزيان الزيت، وعاد من بعد كنرميو فيها الكوتليت. دابا غادي نخلي على جنب بعد ما تسلق ليا هادشي ونرجع لكم. دابا غادي ناخذ الكوتليت اللي درت الزيت سخنات، غادي نحاول ندخلهم كلهم لان حيت الكوتليت كيتجمع اللحم ديالو. صافي غادي نخلي مقا كيتحمروا لي شويه، ما نقلبهمش، كيتحمروا لي عاد نقلبهم الجهه الثانيه. دابا راني حاسه بيهم انا تحمر، عطيت له واحد 5 دقائق. ها انتما كيف كتشوفوا، هادو غير التقنيات ديال القلي كيفاش كيكون. من بعد غادي ناخذ هذيك البصله اللي وريتكم، ها هي دي قطعتها طرونشات، غادي نضيفها فوق منها. صافي غادي نخليه هكذا على ما يتحمر لي التحتاني، باش نبقى نقلب ونقلب باش داك البصله، ماشي انني بغيت نطيبها، انما تعطي واحد المذاق داك الكوتليت اللي انا عندي، باش تجي تتبننو وكتعطيه واحد البنه زوينه وتترافق معاه كتجي مزيانه. دابا غادي نبقى نخلط هاد البصله، دابا غادي نبقى معاها هكذا حتى تحمر لي مزيان داك البصله وانا كنحرك فيها حتى يرجع كلشي مذهب. من بعد غادي ننزلها وغادي ندوز دابا باش نوريكم السبينازي اللي غادي نطيبها. دابا خديت كسرونه ولا مقله اللي غدرت فيها الزبده واحد المعلقه كبيره، وغادي نضيف عليها هاد السبينازي بعد ما طلقات. دابا غادي نضيف الملحه بالقياس والابزار والجوزه، وغادي نحرك. هانتوما شفتو دابا الكوتليت ديالنا وجدنا، كذلك سبينازي حتى هي غادي توجد. دابا غادي نطفي على هذا. صافي دابا غادي نخليها كينسجم مع هاد الزبده، وهانتوما واخا درت الزبده بزايد كتشرب الزبده والابزار والكوزه والملحه. غادي نمشي دابا نصفي البطاطا اللي عندي ونغنيين معكها، ومن بعد نرجع لكم. ضروري خص هاد الرغوه هادي تخرج لكم،
باش تعرفوها انها راه كطيب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش عندهم الصبانخ طريه حتى هي زوينه سبينازي حتى هي كيمكن يجيبوها ويديروها في مقله وينزلوها يغسلوها مزيان لان كتكون فيها الحجر اوتوماتيك الحديد اللي فيها تيكون تيتغزغز. غادي يجيبوا مقله غادي ينزلوها وغادي يديروها تصهد مزيان. منين غادي تصهد غادي يقردوها رقيقه رقيقه وغادي يطيبوها بحال هذه الطريقه هذه. من بعد ما غادي يعصروها من الماء وغادي تقرد رقيقه وغادي يديروها في هكا. وبالنسبه للناس المغرب عندهم حتى هما الصبانيخ تكون عندهم ورقه بحال الربطه بهذوك يفوروها يديروها تتفور يعني باش كتنزل كتولي بحال الزبده. من بعد كتفور عاد كيديرونها نفس الطريقه اللي قدمت لكم دابا. عطيت لكم بالنسبه للمجمل وبالنسبه للطري عطيت لكم الطريقات بجوجهم. دابا غادي ندوز نمشي نصوب سبينازي. هذا النهار عندي جوج ديال الاكل الماكلات تبارك الله كنوجدهم. عندي بطاطا اللي في الفران اللي بالبيشاميل اللي كنت نزلت لكم وقدمتها وعندي هذه اللي سبينازي. شي كيبغي هكا وشي كيبغي هكا. المهم هذيك ما وريتها لكمش لانها راه عندي في الرابط اللي شافها دابا غادي نقدمها لكم تشوفوها واللي شافها راه غادي تعجبو يقدر ياخذها يشوفها في على الرابط. بطاطا بيوري بالبيشاميل ديال الفران. وهذه دابا صافي كملت هذا هي تاهي غادي نطفي عليها وغادي نمشي باش نصوب بطاطا. هذه بطاطا اللي قلت لكم عندي جوج ديال البلاطويات اللي كنصوب. هذه بطاطا اللي غادي تلقاوها ان شاء الله على الرابط. دابا غادي نحط واحد الطرف منها باش تشوفوه. هذه بطاطا بيوري بعد ما غادي نخوي عليها هادشي وغادي نحركها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السبينازي على كريم مع بطاطا بيوري. وهذه بطاطا اللي قلت لكم حتى هي كنرفقها مع الكوتلي كذلك وكندير معهم واحد التيسير ديال الكراميل مع الفاني. وكنتمنى يعجبكم هادشي وتنقينا الاعجاب ديالكم وتجربوا حتى نتوما. والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنساوش دائما كيف ما العادة الابونيس واللي جيم ومشاركة واللي ما شاركش ان شاء الله غادي يشارك. وان شاء الله دائما معكم في الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.